أخوي وأخوي الثاني وأبوي اللي راحوا ضحية هذه الجريمة. ثلاث أولاد وبنت قلت لك صار لها جاي أسبوع أربع، والأصغر صار عنده ولا، صار له سنة متجوز. الصغير عمر عنده ولا صار عمره شهرين. القاتل شخص من حربل، قرية اسمها حربل، يصير جارهم لبيت عمي. امبارح يوم الجمعة وقت الصلاة واحد من اخوتي طالع معدي مزاوره ونازل عليه وقايم يضرب اخوي، واخوي دافش ودافش اخوي، ابوي طلع الله يرحمه فوت اخوتي. المهم فاتوا اخوتي، صار وقت الصلاة، عم يتوضوا على الصلاة، بدي يروح على صلاة الجمعة، يجيهم بسلاح، قتل اخوي وابوي واخوي الثاني. جاي قبل الصلاة، ابن عمي قاعد برا، على ليه تزور ما ليه تزور، طالع عمي مفوت ابنه وفايت لجوا، وقال له روح على بيتك. عمي مفوت ابنه على البيت وقال له هذاك روح على بيتك، هذاك رايح على البيت، عمي عم يتوضا بيروحون على الجامع صلاة الجمعة، هذاك رايح جايب سلاح وجاي، جاء لعدهم على البيت جوا البيت. جاء قدام البيت شتلهم. كم واحد؟ ثلاث، ورايح يدور على الشابين، هذا الشبير رايح يدور عليه على بيته، بيته يبعد من بيت عمي. رايح لعنده على البيت يدور عليه، يعني بشتل هذول الثلاث مو مكتفي. جماعنا وياهم صارنا اليوم 6 سنين جيران، الجماعة 100 تحت الصفر مشاكل، غير سكين مطبخ ما عندهم من البيت، يعني لحد الآن لا أزعجوا جار لا أزعجهم، بيطلعوا الصبح على الشغل يجوا المساء على البيت، بس يوم الجمعة بيعطلوا، يوم الجمعة ملتزمين جماعة كلهم دينين بشكل، بالأخص 2 اللي مقتولين عمر وفياض وأبوه. واحنا نطالب اذا اليوم ما يقدرون يعاقبون له الشخص او يعدمونه، خليهم طالب يسلمون نية، اعطونا نية، ليه محتفظين بيه؟ ليه حاطين عندكم بالسجن؟ اخوتي من البيت للجامع للشغل، ما عنده لا طلعه بالشارع ولا عنده شغلات فاضيه خالص، احنا نطالب الحكومه باعدام هذا الشخص المجرم. العالم ما هي دواب، مخيم شمارخ كل سنة عم يصير بيه مجزرة، ما في محاسبة. لو بيه محاسبة كان ما حد سوى، لو بيه محاسبة ما حد استجرى يشيل سلاح بالشارع، عدى من قدام 4 شرطة ما استجرى حد، ما عندهم صلاحية يضربونه.